أي نقل لا تفصلنا عن عيد الإضحى المبارك، ورغم وفرة المعروض في نقطة بيع الأضاحي بأرينا، إلا أن الإقبال ضعيف وهو ما يفسر ضعف المقدرة الشرائية. الواحد يتقف قدامه يقول لك كان 800 900 مليون مليون، فهمت شنو مليون؟ تو معناتها راه مليون، معناتها مرأة تبدا هي ولادها وما عندهاش فلوس، راهي واحلى بالرسمي معناتها حرام. البارح فما مرأة كبيرة والله يدوخ عندها 600، قال لها لا ما انا ما نمدلكش، ومرأة كبيرة تبكي معناتها باش يوريك اللي انت قولك الرحمة فما بيعها، وشوف انت العباد اللي عندها فلوس اخر وقت ياخذوا خاطر عندهم فلوس، اما الزوالي ما هاك برا شوف الزوالي كيف يدور تو، وتلقاه مسكر يقول له 800 900 مليون، شوف انت كتلقى الرحمة معبية تو هاك مازال نهارين عليه باش يوريك. وخايتي تكلم الحكومة تكلم الدولة الشيء لا حياة اليوم انت نادي اختي حقيقة. باش تقولي ثم اقبال ولا ما ثماش، مقدرة المواطن اليوم ضعيفة، مقدرة الشرائية نتاع المواطن ضعيفة على الاخر، حتى كان مش تقول عانتها عانتها في تشوف حال البلاد وتشوف مقدرة الشرائية نتاع المواطن ضعيفة. علاش؟ خاطر الدينار، اولا الدينار طاح، ثانيا كل شيء غلي، وما ثماش اكيليبر ما بين المدخول وما بين الشارج، المدخول نتاع كل مواطن والمصاريف اللي عانتها اللي يصرف فيها في حياته اليوميه. كان مش ياخذوا حتى ب 400 ياسر عليه، والفلاح في ان واحد حتى كان مش يبيعوا بمليون ونص ياسر عليه. العلوش ما بين فما من 450 حتى بالنسبه لي انا حتى ل 850 عانتها كل واحد كل قدير وقدر. على الريتم هذايا تو ما عادش تلقى حتى واحد يجيب حتى علوش لهنا، وشويه اخر ما عادش ينشط فيه الفلاح ما عادش مش ينشط بالطريقه هذه، ما عادش مش ينشط، ما ثماش تجيه. يصير لهم صار السنغال وقت اللي تو يبيعوا في ترت الحليب ب 4000 فرنك، ما عادش تلقى شكون، ما عادش شكون مازال باش يخدمها الفلاح، ما عادش حتى واحد باش يخدمها. والله الاسوام هاك تشوف معناها اسوام مناسبه، ما العباد هي تقول غالي لكن مش غالي العلوش، معناها سوام مريق لان الريفيه سوام باهي، مساعده في العباد، مساعده في العباد، مطيحوا لها بالمئه ومئه وخمسين وبرش، وهم يقولوا لي غالي ما نعرفش. دي عندي من 400 حتى 750 هذيك هي الاسوام اللي عندي. فما ناس تتسال تاخذ نعاونها نساعدها قدر الامكان، كي دار ما نخلصش فيه ما نجمش نبيعهم. كذا نحس روحي خالص بيه معناها النجم نبيع للعبيد نساعدها نطيح لها السهوم، فما حتى ما عندوش باش خلص ماكس نخلص له الماكس، ما عندوش باش يواصل نخلص له الترونسبور نتاعي. انا تربي عليه علاش نجم متلك من السخانه هذه، نجم العاب هذا مش تاخذ لها معلفه غلط قرط طرف الطن ب 20000 البال، لكن هما ما يحسبوش يقول لك العلوش غالي مش غالي العلوش، في ما عنده زازار مخلط الحمش وعلوش صاف ياخذ فيه ب 27000. احنا محسوب متكلف لهنا ب 20000 علوش فيه 40 كيلو 45 كيلو، انا متكحت ب 20000 ما خالص غالي ياسر علوش، من مليون من 800 من 700 من 800 مليون الزوال معناه ما ينجمش يعيد. اذا كانوا كبابلي العباد ينقصوا مشاريان تو يحسوا. انا معاه بالطبيعة، مع انا موافق، انا يعني واحد من الناس نطبق الكلام هذا نطبقه على روحي نولي ان شاء الله ربي يزيل البلاد هذه، ان شاء الله ربي عاقبتها خير، ان شاء الله يا ربي يستر بلادنا. هذاك ما نقول لك. تقدر المتوفرات من اضاحي العيد العام هذا تقريبا 1,504,000 راس، مع فائض في الانتاج وهو ما يغطي وبشكل واضح الطلب لتحول الاشكال العام هذا من غلاء الاسعار للوفره لتبقى كميه التصرف الكميات المتبقيه على راس اولويات السلطات